أصدرت النيابة العامة في السعودية أوامر باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رصدت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام، وذلك من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع. وكان الشيخ علي الربيعي قد أثار استياء المغردين من خلال تغريدة بثها على حسابه في تويتر، أفتى فيها بعدم جواز الدعاء للفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وذلك لأنه مات على ضلالة حسب تعبيره. من جانبه قال هاني الغفيلي المتحدث الرسمي بوزارة الثقافة والإعلام أن الوزارة أحالت الشيخ علي الربيعي إلى لجنة مخالفات النشر، وذلك بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر. بعدين انا وربي انا حسابي من اول، انا وربي انت تحاسبني، انت بتصير وصي علي كيف يعني؟ يمكن انا ادش اللي لنا قبلك، انت اللي عندك هبه، يمكن انا عندي اعمال وعندي شغلات مواقف، عندي كل شيء بحسابك يعني، انت الا انا امشي على رايك ولا انا مو شيء هيصيب بعد كذي. معنا هاتفيا الداعية السعودي الشيخ أحمد الغامدي، أهلا بك معنا. كيف ترون التغريدة التي صدرت من أحد المشايخ المقيمين بخصوص خطاب الكراهية؟ أهلا بكم وسهلا. هذه التغريدة في الحقيقة غير موفقة وغير موافقة أيضا لهدي الإسلام. فالدين واضح والحمد لله، يحكم لأحد، لا يحكم لمعين بجنة ولا نار. فهذا من التألي على الله سبحانه وتعالى أن يقال أن فلان لا يستحق الرحمة أو لا يترحم عليه لمن. فأعمال العباد متعلقة بظاهر وباطن، وهي النوايا والغيب. ما الذي يعني عالم هذا بأنه قد مات على كفر حتى يقول أنه لا يستحق الرحمة؟ هذا من التألي على الله تعالى، وقد ورد فيه ما يدل على نهي مثل هذه الأعمال. فما ورد من الأحاديث الصحيحة أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من الذي يتألى عليه، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهو من أسباب إحباط الأعمال. لا ينبغي للمسلم أن يتألى على الله في مثل هذه الأحكام فيطلق أن فلان لا يستحق الرحمة أو فلان لا يستحق الرحمة. طالما أظهر المسلم شهادة التوحيد وهي لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فهو تحت مشيئة الله، وإن ثبت لنا أنه وقع في شيء من الذنوب. فما لم ينقض هذه الشهادة وهذا الإيمان بشيء ظاهر مقطوع به بلسانه يعلنه للناس، فلا يجوز أن يقال مثل هذا القول لا يترحم على فلان أو لا يجوز الترحم على فلان. هذا قول مخالف للإسلام، وحتى يعني كما ذكرنا أنه فيه تألي على الله سبحانه وتعالى وافتيات عليه وغير موفق في الحقيقة. وأنا لاحظت أن التغريدات التي أو التعليقات التي جاءت على هذه التغريدة كانت تدل على نضج المجتمع ووعي المجتمع بمخالفة هدي الإسلام بمثل هذه التغريدة. نعم، وضحت الصورة. أشكرك، كنت معنا هاتفيا الداعية السعودي الشيخ أحمد الغامدي، شكرا لك. إذن أعزائي المشاهدين، ومن المنطقة الشرقية ينضم إلينا أيضا عبد الله الجهيمي الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بك. بداية، الراحل عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه لطالما بث الفرح في قلوب الناس وأجمع على حب الملايين، كيف تعلق على تغريدة الربيعي انطلاقا من ذلك؟ والله يعني أنا أول شيء أشكرك مرة أخرى على الاستضافة، والأمانة عندي فقط يعني عدة نقاط ودي أني أخذها وأقولها. نعم. لأجمع هذا الموضوع الأمانة الذي أساءنا، ولكن أعتقد أن روك أبو عدنان ستكون فرحة جدا لو عرفت، أو وهي تعرف إن شاء الله، مقدار الوعي وحفلة الوعي اللي صارت ضد هذه التغريدة، لدرجة أنه في أحد من الذين وضعوا هذه يعني بعض التغريدات الكراهية اضطروا لأن يحذفوا التغريدة، مما يدل أنهم أصبحوا غرباء. نعم. وقد ذكر هذا ووضحه أيضا دكتورنا عبد السلام الوايل، وذكرها قال أنه كتب التغريدة وقعد 5 دقائق أو أقل ثم حذفها، مما يبين غربة هذا المجتمع أو غربتهم في المجتمع وغربة تفكيرهم. حفلة الوعي كانت جدا رائعة وجدا جميلة بعشرات الآلاف، يعني توصلت تقريبا 22,000 رد عليه. أيضا يجب أن نعلم أنه الأخ المقيم من الجالية اليمنية يمثل نفسه، وهو أيضا الآن أحيل إلى النيابة العامة أو أحيل إلى وزارة الإعلام. أيضا كان هناك موقف آخر من دعاء جيدين ويشكرون عليه مثل الشيخ سليمان الجبيلان،
وهو وقد زاره في بيته تقريبا قبل عدة شهور. فالحمد لله أن الجنة والنار ورحمة الله سبحانه وتعالى لم توضع بأيدي هؤلاء، لأن هؤلاء لو استمروا على غيهم لوزعوا علينا صكوك غفران ووزعوا علينا صكوك من الجنة واعتقدوا أن مفاتيحها عندهم. أيضا يجب أن نشكر منصتين جميلتين رائعتين موجودة في تويتر، ألا هي منصة منصة اعتدال ومركز الحرب الفكرية، الذي وضح بجلاء يعني واضح للجميع أن خطاب الكراهية مرفوض ويجرم ويجب أن يدان. ولكن نحن أيضا نتمنى من المجلس الوزراء من المقام السامي أن يضع نظام واضح وعادل ليقطع يعني كل دابر من يريد يعني الارتزاق أو أن يكون المجتمع منقسم. الخليجيين والسعوديين بالذات كانوا جدا متعاطفين مع ابو عدنان. نعم. تاريخ مليء بالجمال من عام 1961 الى عام 2017، الرجل مريض وكان تعبان، الا انه كان يتصل على ناصر القصبي ويقول يلا نشتغل. بعد كل هذا نجازيه بكلمات خارجه حتى عن الذوق، حتى عن الادب، رجل ميت اهله ناسه، يعني حتى الكويتيين يعني زعلوا منه وظنوا انه يعني محسوب على الشعب السعودي، والشعب اليمني فيه كل خير. نعم. ولكن أنا متأكد أنه حتى اللي يخطئ من الشعب السعودي أتمنى أن يحل النائب العامة ويعاقب. نعم، كيف ترى مدى خطورة رسائل الكراهية التي يبثها هذا الرجل وغيره من خلال حسابه على المتابعين؟ والله أنا أعتقد أنه يعني أنا أتذكر أني أنا قلت تغريدة، يعني قلت الغرب يعني مش محتاجين أنهم يكرهون العالم في المسلمين. المسلمين في موجود بين ظهرانيهم من يعني يؤدون هذه المهمة بمهارة عالية. يعني أنت ما أنت محتاج أمريكا ولا شوية إمبريالية يجتمعون في جزر الكاريبي الساعة واحدة بالليل ويتفقون يسوون عليك، لا، موجود عندك ربيعي وأمثاله وأشكاله من الذين يفرقون الأمة ويمزقونها في أكثر وقت. إحنا يعني أن تتفق أو تختلف حول إرهابي ممكن، يعني لأنك أنت إرهابي أو أنت عندك فكر متطرف، لكن رجل نشر البسمة، يعني حتى هذا الرجل ملاحقينه في قبره، حتى ابو عدنان ملاحقينه، يعني ابو عدنان اللي ما عرفناه ابدا لا سنه ولا شيعه ولا بدوي ولا حضري، ابو عدنان اللي الكل اتفق عليه، ياتي هذا ويقسم المجتمع. ولكن الحمد لله حفله الوعي ارتدت عليه وجعلت مثل ما قال في تقريرهم كلمه جميله رائعه، انه فعلا الناس اللي كانوا مشككين شوي انه امثال هؤلاء ممكن ان يعني يجدون قبول او ممكن انهم يستمرون، اعتقد انه اعطوا انفسهم رصاص يعني رصاص الرحمه والى الابد، لان امثال هؤلاء يدعون الى الكراهيه وفي وقت الموت بشكل بشع. انا سميتهم للامانه، وهو الان يبغى يرفع علينا قضايا، ويقول ايضا انه يتمنى من المحامين والقضاه، حتى القضاه انا اول مره اشوف واحد يخطئ ويطالب القضاه يتواصلون معاه، زي ما يطلب الان يطلب وزير العدل ولا يطلب ايضا الديوان الملكي يتواصل معاه للمرافعه. فاقول انه الحمد لله الوعي. عبد الله، هذا يقودني الى سؤال حول فاعليه فرض قانون يجرم خطاب الكراهيه، هل الى اي حد هذا قد يساهم في الحد من الارهاب؟ والله انت اضرب على قولتهم، انا اسف بس اضرب مفلوت يعني بخاف المنفلت، يعني فيعني المضبوط يخاف المنفلت، بالقصد انه في ناس قد تتعبد الى الله وتعتقده عقيده، يعني عقيده انه ينشر هذا الخطاب. لكن انا اعتقد انه العوام والكل يعني ابسط الاحاسيس الانسانيه تتعاطف يا اخي مع رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تعاطف و مع جاره اليهودي الذي كان يؤذيه، فما بالنا نحن مع رجل مسلم من عامه المسلمين وهو مسلم ولم يظهر عليه، يعني الرجل خلاه مشرك. بوجود قانون فعال وفعلا يكون موجود واضح سيرتدع الكل وسيجعل من في قلبه مرض يعني مثل الخفاش يرجع إلى الكهف ولا يخرج منه. المشكلة في أولئك الذين يعتقدون أن بخطاب الكراهية هذا يتقربون فيه إلى الله، فهذا النظام والله سبحانه وتعالى يزع بالقرآن يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلما نضع النظام كل الموجودين راح يتقيدون فيه، لأن النظام سيكون حاكم عليهم بالتجريم في حال ارتكبوا هذا الفعل المخالف. اتضحت الصورة أستاذ عبد الله الجهيمي الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالإسلام دينا. إذا صلوا إلى الكعبة، يؤمنون بالكعبة قبلة، وبالقرآن كتابا
وبالقيامة موعدا وبالجنة ثوابا للطائعين وبالنار ثوابا للكافرين ويضحون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى قال: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد، وذكر شرطين. وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. فهؤلاء أولى وأحرى أن لا يكون بينهم اقتتال، وأن لا يكون بينهم سفك دماء،